جيمي. منتخب الارجنتيني يمتلك اثنين ليونيل، ليونيل ميسي وليونيل سكالوني. ليونيل سكالوني عملتها ازاي دي؟ شفت دي؟ انا شفت دي؟ انا قلت استنى خليني العيد تاني في الملعب. انا والله قلت اسمع مفاجاه. تمام حلو يا شباب. اصل تخليني رحت رافع عيني قلت حلو. ده هو طلع في اثنين. لا هيقول حاجه فلسفيه حلوه على اثنين لعيبه كوره فيعملوا بالظبط. هو واحد هو واحد. الحمد لله سني على حلو. ليونيل سكالوني يا كريم غير فلسفه الكره الارجنتينيه، انسى بقى البطوله خالص وتعالى من بدري شويه. كوبا امريكا بروح بقالي 20 سنه ما خدتش بطوله، بتلعب في البرازيل، بتلعب البرازيل في الماراكانا وانت سكواد قصاد سكواد بعيد قوي، مسافه كبيره جدا ما بين الاثنين، وبرجع البطولات تاني للارجنتين. ده ليونيل سكالوني بغير فلسفه ان الكل بيلعب بس عشان يدي الكره لميسي، لانه ازاي الكل يساعد ميسي، مش انا بخلص من الكره ان بديها لميسي وبعد كده هو المطلوب يعمل كل حاجه، لا الكل بيعمل من اجل ميسي. الفلسفه اللي الناس شايفاها فلسفه دفاعيه، لا هي فلسفه ازاي اخلي كل لعيب فاتد على البوزيشن اللي بيلعب فيه. انا ما بدورش على احسن لعيب لما بقارن مقارنات فرديه او نظريه، انا بشوف مين اللي يخدم الشكل اللي انا عايز العب بيه. وده اللي طبقه بعد كده بعد الصعيد الفردي والشغل اللي عمله خلال الفتره اللي فاتت في مساره بالبطوله. امتى العب بخمسه لما بلعب المنتخب الهولندي؟ امتى العب باربعه لما انا اروح بعد كده بلعب اقوى خط وسط في البطوله المنتخب الكرواتي؟ ازاي افضل قافل الملعب كومباكت واشتغل على تحولات وعلق ميسي للمره الاولى من اول البطوله من الدقيقه الاولى؟ ميسي كان بيتعلق احيانا في بعض المباريات يطلع فوق كمهاجم تاني، لكن لما انا علق ميسي واخليه يفتح الملعب تماما عشان يفضي السبيس، تزود المساحه ما بين دايان لوفرين وجافارديول عشان يتحرك فيها اللعيب المميز قوي اللي محظوظ بوجود ميسي جنبه، جوليان الفاريس اللي ينافس على هداف البطوله باربع اهداف بسبب وجود ميسي جنبه، ويعمل ده كله، ده شغل مدير فني بحت. سكواد الارجنتين شاء من شاء وابى من ابى، لما تيجي تحطه مقارنة تلاقيه يا رقم 7 يا رقم 8 في الثمان فرق اللي تأهلوا، وفي فرق من اللي خرجت بدري، في فرق من اللي خرجت بدري قبل كده في دور ال 16 سكوادها اقوى من الارجنتين. فلما تلاقي هذا السكواد، طبعا وجود ميسي ساعد سكالوني مليون في المية، لكن لما تيجي تقول ان هذا السكواد بيوصل فاينل مونديال، طبعا لازم تقول شابو ليونيل سكالوني. وطبعا اي كلام هنقوله عن ميسي تقول ان هو لاعب جامد. لا ما بقل منه، انا مش حاسس ان هو لاعب. قلت لا قول انه لاعب كويس. اقول لك على حاجه، انا لو قلت ان ميسي اجمد لعيب في البطوله هبقى بقلل من ميسي. ميسي اكبر من كده بكتير. ميسي في ليفل اعلى من كده بكتير. ميسي اللي بيعمله في البطوله دي، الكره اللي كنت اتكلم عليها بتاعه جافارديول الهدف الثاني للمنتخب الارجنتيني، لما كنت بقول لك ركبوا الملاهي، انت متخيل انه ده احسن سنتر باك في البطوله بلا مقارنه مع اي سنتر باك؟ انت متخيل انه هو سيبك بقى من ان هو رقصه، ده العادي، خده ورجعه ووداه وجابه وركبه الملاهي ورجعه وقال له خلاص الجيم خلص تعالى انا داخل بقى ال 18. اللعيب من هو بره ال 18 كان ممكن يزق ميسي، وحط حاول يزق ميسي ما وقعش. النقطه الاهم من ده كله ماسك العضله، ان ميسي ماسك الخلفيه من الدقيقه 40. ان هو ماسك الخلفيه وعمال ده جافارديول ده ما شاء الله يعني عملاق. يعني فاهم، هو لو ريح ايده بس كده على ميسي هيطلعه بره الملعب. فبيزق فيه ما وقعش، وهو ماسك الخلفيه من الدقيقه 40، الكره اللي وقع فيها كانت ضرب ناحيه اليمين في الشوط الاولاني. فميسي بره المقارنه، ميسي هو محتاج دي عشان يقفل كتاب التاريخ ويغلق المقارنات. انا ما بحبش المقارنات عموما خالص. لكن يغلق المقارنات مش مع رونالدو، يغلق المقارنات عموما. هيبقى عمل كل حاجه في كتاب التاريخ، هو ناقصه ياخد المونديال ويبعد بقى خالص ويصعبها قوي على اي حد جاي.